السلام عليكم. Hello my dear students, my dear viewers and my dear followers. حياكم الله طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط Super Goal 1. هنكمل مع بعض رحلتنا في المراجعات المهمة لأن احنا الآن زمن اختبارات واختبارات دورية وبعد أقل من شهر في اختبار نهائي إن شاء الله. احنا كنا راجعنا فيديو 1 و 2 و 3، راجعنا الوحدة الأولى والوحدة الثانية والباب الثالث. اليوم موعدنا في الفيديو هذا مع الباب الرابع اللي هو Around the World. أول سؤال نقول بسم الله. Write the correct word، اكتب الكلمة الصحيحة to fill in the blank، حط الكلمة المضبوطة عشان تعبي الفراغ. Tokyo is the capital of، طبعا of Japan، يبقى هو عايز كلمة Japan، هذه هي الإجابة لازم تكتبها. طبعا أنت ممكن تجيكي أو تجيك السؤال عبارة عن اختياري choose، فعادي ممكن تجيكي كده أو كده. يقول لك Tokyo is the capital of Spain، تركي، Japan، Egypt، سعودي أرابيا، تختاري Japan أو تختار Japan. Okay, okay. واضحة؟ Okay. Number two. The primary language، اللغة الأساسية in Madrid، في عاصمة إسبانيا، Spain is، طبعا الإجابة Spanish. برضو تجيك اختياري، انتبه. الإجابة اللغة الأسبانية. Number three. ننزلها تحت مع لغتها، مع جملتها. The nationality، nationality يا شباب يعني الجنسية، of a person from Oman، جنسية الشخص أو الرجال اللي من عمان إيش اسمه؟ أوماني، أوماني. يبقى طبعا ممكن تجيك اختياري زي ما اتفقنا. Number four، الجملة الرابعة. The nationality of a person from Kingdom of Saudi Arabia، طبعا جنسية الإنسان اللي قاعد من السعودية وإيش اسمه؟ سعودي، سعودي. Number five، A man is the blank of Jordan. A man هي الإيش حقة الأردن؟ Capital، الكلمة المطلوبة Capital يعني عاصمة. ممكن تجيك اختياري انتبه. Number six. Cairo is the capital of، القاهرة هي عاصمة Egypt اللي هي مصر. Number seven. Blank، blank يعني فراغ. بالمناسبة لا تقولون فراغ، احنا كبرنا على الكلمة هذه. فراغ، فراغ، لا ما تقول فراغ، قول بلانك، خليك ولد انجليزي وخليك بنت انجليزيه حركات. بلانك از ذا كابيتال اوف فرانس، وش هي عاصمة فرنسا؟ اها باريس، ما تقولها باريس، في ناس تقول لي باريس، باريس في عينك اسمها باريس. طيب انتبه. نمبر 8، ذا ناشوناليتي اوف ا بيرسون فروم تركي، جنسية الشخص اللي من تركيا ايش اسمه؟ تركيش، تركش. حط إيش في الأخير، إيش، إيش وأنا نش وهش الفيش، أجل تركش. واضحة؟ نيجي للجرامر، للقواعد، ركزوا معايا، قواعد جرامر، نلونها بلون كده حلو عشان يبقى ظاهر. يقول لك اكتب the words in the blank، شوفوا قال لك blank. يقول لك هنا إيش؟ صوفيا blank from the Venezuela، she's from Spain، هي من اسبانيا. اجل هي ما هي من فنزويلا. طب صوفيا دي از، بس تحطها منفي لان هي ما هي من فنزويلا. اجل الاجابه كلمه isn't، isn't شيء، كانها شيء. واضحه؟ صوفيا isn't from Venezuela، she's from Spain. نيجي لنمبر 10، they blank French، they are Canadian، هم اصلا كنديين هم، يبقى هم ما هم من فرنسا. زي تاخذ ايش؟ ار، وتكون منفيه ولا مثبته؟ They aren't، شطرة. They aren't، شطرة يا نور. They aren't، okay. Number 11، فهد is in Dubai business، فاكرين الكلمة دي؟ in ولا on؟ on، شطرة يا نور. on، نور بنت يا شباب، الله يحفظها، ادعوا لها بالتوفيق. on business يعني في رحلة عمل، okay. 12، اوف طيب وقف. تومو فروم جابان، تومو فروم جابان، تومو ده مفرد صح؟ طب انا ابغى اقول هل تومو من اليابان؟ اقول ام ولا از ولا ار؟ از، يجي يجي، برافو، شاطره، شطار. نمبر 13، اطلع له الاجابه فوق حقته. سبيس او بلانك يو فروم فرانس، هل انت يو بتاخد ار، يبقى اقول ار يو، اقول ايش؟ Are you from France؟ هل أنت من فرنسا؟
14 نمبر 14 يقول لك Paul are you from Canada? Yes ايش؟ Are you from Canada? Yes I am. ممتاز اللي قال I am شاطر. طيب Tom is Sylvia from Brazil. هل Sylvia from Brazil? No Sylvia بنت. No ها هي ولا شيء سيلفيا شيء نو شيء از ولا نو شيء ازنت ازنت برافو نو شيء ازنت. ها قطعه ريدنج وعليها اسئله. ماي نيم از ميشيل او مايكل تاد ميشيل and I am from Arizona. Arizona is a state in US. Arizona دي ولاية من ولايات أمريكا. Near California. It's very hot. حارة. And sunny. ومشمسة في Arizona. I live here with my family. أنا عايش هنا مع عائلتي. The capital of Arizona is Phoenix. Phoenix. It's famous for Native American. اللي هم الجماعة اللي شبه الهنود الحمر دول. Native American. Museums and city mountains. ومدينة كلها جبال. It's also famous, مشهورة for Arizona State University, فيها جامعة Arizona. The university is about 15 minutes, الجامعة على بعد 15 دقيقة from Phoenix in a town called Tempe أو Temp. تعال نشوف. The text is about مين؟ Native American Museum ولا Arizona ولا universities ها؟ ولا California؟ إيش الإجابة؟ C ولا B؟ B, Arizona. برافو الإجابة بي شطار. يلا اللي بعدها. Phoenix is فراغ أريزونا. فراغ أنا قلت فراغ لا إله إلا الله. Is a plank is plank أريزونا. أجل إن ممتاز. طلع هذا الفوق ننزل هذا لتحت كده تمام. الإجابة إن اللي هي سي. نيجي أريزونا State University is in إيش؟ فينيكس دي لا أريزونا State University الجامعة موجودة في بلد اسمها تيم قالوها القاعدة في فوق في الحلقة. الجامعة كانت موجودة في تنت. نرجع كده للقطعة اهي فوق اهي اهي شو بجر. The university is about 15 minutes from the building. قلت تم وصلت. اوكي تعال number 19. Temp is town in. Temp مدينة في. يلا تبقى شاطر لا يقولها. برافو هي فعلا أريزونا في الولايات المتحدة. أجل صح اللي هي A. Number 20 July in Phoenix is probably إيش شهر جولاي في المدينة دي هيكون إيش اللي هو شهر 7 May June July very cold ولا on business ولا on vacation ولا very hot. برافو اللي قال very hot شاطر. حر جدا لان بقول لك الاجواء هناك حاره وهذا صيف. شاطر يا ولد شاطره يا بنت برافو عليك. تعال هنا هي خلاص listening بعدين لازم نشغله ليكم لما يبقى في فرصه ان شاء الله نشغل listening ده وعليه اسئله. هذا اخر صفحتين في الوحده اللي هو بيبقى جرامر اختيار من متعدد. يلا blank repeat that please. كيف اقول له لو سمحت كرر ها اقول له can you ولا you can ولا you will ولا ايوه can you repeat. برافو الطلب بادب رشيتوها. اها الاجابه ايه صح. يجي بعد كده اخر واحده
blank help you. ها انا هعرض مساعدتي اللي هو العرض. هذا ما اللي قال كان يبقى عبيط. ليش؟ لان ما في علامه استفهام. اجل جمله عاديه بيعرض. ايوه I will. اللي قال I will ده شاطر. ما هو سؤال I will مش will I. برافو يا ولد، برافو يا بنت، شطار. وبكده يا شباب ايه ده لسه فيه ما شاء الله. توم نمبر 26 نزلها تحت. Can you give me a pencil؟ سام قال له ايش؟ يقول له فتوم قال له ثانك يو، فقال له يو ار ويلكم. يبقى سام كان قال له ايش؟ ها هو طلب منه البنسل. هيقول له ايش في الاختيارات هذه؟ سوري اي كانت، نو ذاتس رايت، ولا نو بروبلم، ولا نو ثانكس. نو بروبلم، برافو يا ولد. اللي قال نو بروبلم ده شاطر. صحيح، برافو برافو برافو. في لسه؟ خلاص وبكده نكون خلصنا مع بعض الفيديو حق مراجعة الباب الرابع، وانتظرونا مع الباب الخامس والسادس والسابع والثامن، وإن شاء الله مجمع وبنظبط الأمور بإذن الله. الله يوفقكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا من حسن الدعاء ومتابعة القناة الإنجليزية شكل مختلف، ولا تدخلون على الفيديوهات، ادخلوا على قوائم التشغيل، هتحصلوا لكل مرحلة دراسية وكل صف دراسي قائمة خاصة بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.